حيث يتفاقم تردي الأوضاع الإنسانية والمعاشية جنوبية هذا القطاع ووسطه، نظرا لتردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية في الجنوب والوسط كما قلنا بشكل كبير وحتى متسارع، وذلك بحسب منظمات إنسانية عدة في ظل القيود الإسرائيلية على المعابر وإدخال المساعدات الغذائية. وقد حذرت الأمم المتحدة من أن المخابز التي تعد شريان الحياة للفلسطينيين أغلق معظمها والباقي على وشك الإغلاق. ربما الحصول على ربطة خبز في وسط وجنوب قطاع غزة يحتاج أن تخوض معركة من الانتظار بين صفوف هذه الطوابير، وفي بعض الأحيان تخرج دون أن تنال مرادك. تأمين رغيف الخبز بات أمراً صعباً في ظل الشح الحاد في الدقيق والمواد الغذائية نتيجة القيود الإسرائيلية على المعابر والسماح بإدخال كميات قليلة من المساعدات الغذائية التي لا تتناسب مع حجم احتياجات النازحين بحسب تقارير المنظمات الإنسانية. نيجي 4 الصبح عشان ناخذ ربطة طحين ثلاثة شكل وما ناخذهاش، هيك زحمة وعلى الفاضي. أنا بطالب إنه الوكالة توزع الطحين للناس أحسن من الجمهرة، هيك مشاكل واقتتال وواش على الفاضي وما ناخذش طحين. هي زي ما أنت شايف كان الطحين موجود تمام، كان مسوس وناكله، مسوس ومدود وناكله تمام، لكن حاليا ولا حاجة موجود. تقارير الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أكدت أن 7 مخابز تعمل فقط من أصل 19 مخبزاً ومهددة بالتوقف في حال استمر الوضع على حاله. هنا وجه آخر للجوع القاتل الذي حذرت منه المؤسسات الإغاثية الدولية، وباتت هذه المطابخ الخيرية التي قلصت عملها هي السبيل الوحيد للحصول على الغذاء وطوق نجاة النازحين للبقاء على قيد الحياة. هذا الواقع الإنساني دفعنا باتجاه أولاً التحذير من انهيار منظومة العمل الإنساني بشكل كامل في ظل عدم قدرة هذه المنظومة على الاستجابة الإنسانية لهذه الاحتياجات المتزايدة، وكذلك طالبنا بإعلان قطاع غزة منطقة مجاعة على ضوء سوء التغذية الشديد الذي وصلت إليه مختلف قطاعات المجتمع بخاصة الأطفال والنساء، وكذلك عدم القدرة على توفير أبسط احتياجات الغذاء على ضوء أيضاً إغلاق عشرات المخابز والتكيات أو مسبب المطابخ المجتمعية أبوابها. الأمم المتحدة أكدت أن وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة يواجه عراقيل كبيرة منذ مطلع الشهر الحالي، وأن الجيش الإسرائيلي لم يسمح بوصول ثلثي عمليات المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي. من جنوب قطاع غزة، سيف السويطي، الحرة.